مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، لقاء يومي يتجدد معكم ومن القاهرة، متابعة لآخر المستجدات على الساحة المحلية والعربية والعالمية. دعونا نبدأ معكم وكالمعتاد بمجموعة من أهم وآخر الأخبار، والبداية بجولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أسوان، حيث شدد على أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة للمشروعات التي يتم تنفيذها في محافظات الصعيد. وأشار مدبولي إلى أن الرئيس السيسي يتابع بنفسه وبشكل دوري معدلات تنفيذ هذه المشروعات التي تخدم أهالي الصعيد في المجالات المختلفة. جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمحافظة أسوان لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات استعدادا للافتتاحات الرئاسية المرتقبة لهذه المشروعات، ومتابعة جهود التعامل مع الأمطار التي تعرضت لها المحافظة مؤخرا، فضلا عن بحث سبل تعزيز المقاومات السياحية والأثرية الاستثنائية. وصالت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عقد لقاءات مع طلبة المدارس في مختلف المحافظات في مرحلتي الإعدادية والثانوية للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، خاصة المستحدثة منها، مع تأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية. شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق استقطاب الطلبة لتعاطيها ووسائل الوقاية منها، لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية بتلقي بظلالها على المجتمع وبتجهض طموحات شبابه. وبالعودة مرة أخرى لجولة رئيس مجلس الوزراء في أسوان، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال، أرحب بك. أهلا وسهلا أستاذ أمينة. نعم أستاذ كمال، يعني بالحديث عن الجولة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء، يعني أهم النقاط التي يعني زارها في جولته وأهم ما اطلع عليه خلال هذه الجولة. الحقيقة هذه الجولة بتأتي استعدادا لافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعديد من المشروعات التنمويه في محافظه اسوان. الحقيقه رئيس الوزراء زار يعني اكثر من مشروع وتحدث عن مشروعات عملاقه يشهدها الوجه القبلي، وابرزها مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه. هذا المشروع نال نصيب كبير من الاشاده الدوليه وحصل على جوائز عالميه، ويعني يؤكد ان الحكومه المصريه تمضي في الاتجاه نحو دعم المشروعات الطاقه النظيفه. ايضا كان في مشروعات طرق، يعني رئيس الوزراء تفقد تطوير الطرق المؤديه الى مصنع كيما 2، وايضا يعني تفقد المصنع نفسه كاحد المشروعات الصناعيه الكبرى في صعيد مصر باستثمارات تقترب من 12 مليار جنيه. ايضا ضمن المشروعات تفقد رئيس الوزراء مدينه اسوان الجديده اللي بتقام على مساحه 22,000 فدان، وتضم مناطق سكنيه ومناطق استثمار ومناطق خدميه ويعني مناطق صناعيه ايضا وقريه اولمبيه. كان في ايضا مشروعات الانتاج الاجتماعي تفقدها رئيس الوزراء للاطلاع على الموقف التنفيذي لها. الحقيقه يعني بالاضافه طبعا لتطوير الكورنيش بمدينه اسوان، الحقيقه عدد كبير من المشروعات تفقدها رئيس الوزراء، وكلها طبعا مشروعات تنمويه ويعني في مختلف المجالات. نعم، وبالنسبة لي يعني المناطق اللي بيتم تطويرها في الوقت الحالي والقرى اللي وجه سيادة الرئيس بدعمها عقب الأمطار والسيول اللي تعرضت ليها من خلال دعم مبادرة حياة كريمة، يعني هل هناك تقدم فيما يتعلق بهذه القرى وتطويرها وإعادة بنائها من جديد؟ الحقيقة طبعا يعني حياة كريمة بتقوم بدور مهم فعلا في تطوير القرى وفي رفع مستوى المرافق في القرى اللي تشملها في مختلف المحافظات. النهارده رئيس الوزراء اكد على الاولويه القصوى اللي بيوليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ المشروعات اللي بتخدم المواطنين في الصعيد في مختلف المجالات، وطبعا ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه، ومنها طبعا مشروعات تطوير البنيه الاساسيه في القرى، وطبعا ضمن تطوير البنيه الاساسيه طبعا الاستعداد للتعامل مع يعني جهود التعامل مع الامطار الغزيره، خاصه طبعا محافظه الأسوان بات يعني في التعرض طبعا لتقلبات جوية، فطبعا يعني الحياة كريمة بترفع مستوى البنية التحتية بشكل عام، ومن ضمنها طبعا شبكات الصرف والمياه وغيرها من الجهود اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية. لكن زي ما قلت ده بيأتي في إطار المشروعات يعني الاهتمام بكل مشروعات البنية الأساسية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ كمال ريان، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. يوافق 18 من شهر ديسمبر ذكرى الاحتفال بيوم الشرطة العربية، والذي يرسخ مبادئ التعاون في الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية. وإعلاء لهذه المبادئ تحرص مصر على تعزيز التعاون الأمني العربي عبر فتح منشآتها لتدريب الكوادر الأمنية العربية والتصدي المشترك للجريمة العابرة للحدود. الاحتفال بيوم الشرطة العربية الذي يوافق 18 من ديسمبر من كل عام هو تأكيد على الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة العربية للحفاظ على الأمن والاستقرار في بلدانهم في مواجهة الجريمة والإرهاب. ولقد سطرت الشرطة المصرية بتضحيات أبنائها من الشهداء أسمى معاني البطولات التي رسخت لدعائم الأمن والاستقرار في الوطن وقضت على الإرهاب وفلوله، ووجهت معها ضربات قوية ضد كافة أشكال الجريمة. ويشكل التعاون بين وزارة الداخلية المصرية ونظيراتها في الدول العربية ركيزة أساسية في محاصرة الجرائم العابرة للحدود والمخططات الإرهابية التي تحاول النيل من مقدرات الأوطان، وفي مقدماتها جلب وتهريب المواد المخدرة والهجرة غير الشرعية، وهو ما انعكس على نجاحات حققتها الشرطة المصرية في إحباط محاولات عبور شحنات من المواد المخدرة عبر أراضيها إلى الدول العربية. وباتت المنافذ الشرعية للبلاد عصية على محاولات التهريب والجلب. التعاون المصري العربي في المجال الأمني امتد إلى التدريب، حيث تفتح مصر منشآتها التدريبية ليستفيد منها الكوادر الأمنية العربية نظريا وعمليا تحت إشراف نخبة متميزة من رجال الشرطة المصرية من ذوي الكفاءة العالية، وفي ميادين تدريبية تحاكي البيئات الطبيعية ليعودوا إلى أوطانهم محملين بخبرات أمنية تسهم في حماية أوطانهم من كافة أشكال الجرائم. وتستقبل كلية الشرطة الطلبة من الدول العربية لتلقي العلوم الشرطية في محرابها وإعدادهم عمليا في ميادينها المتطورة، بما يمكنهم من أداء رسالتهم الأمنية في بلادهم عقب التخرج، وتأكيدا على الدور المصري الرائد ومساهمتها في عمليات حفظ السلام في مناطق النزاعات المختلفة. أنشأت وزارة الداخلية المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام لتدريب الكوادر الأمنية المحلية والعربية والدولية على عمليات حفظ السلام. إن الاحتفال بيوم الشرطة العربية إنما يؤكد على أن التحديات واحدة وضرورة العمل المشترك للقضاء على كافة التهديدات الإجرامية والإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع بلداننا العربية. ترأست وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بعد إعادة تشكيله. استعرض اللقاء سبل تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاعات الصناعية والتعدينية والخدمية ومشروعات البنية الأساسية. تتضمن خدمات الهيئة الجديدة تقديم الاستشارات والدراسات والخدمات الهندسية للمشروعات مع الإشراف على تنفيذها وإدارة برامج التمويل وخطط تنفيذ المشروعات، بالإضافة لإنشاء مشروعات التجمعات الصناعية. تتضمن أيضا خدمات الهيئة تنفيذ مشروعات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وإنشاء مشروعات البنية الأساسية للمياه والكهرباء والطرق والصرف، بالإضافة إلى إنشاء الموانئ وإدارة وتشغيل وصيانة محطات المياه ومشروعات الصناعات الثقيلة والتعدينية. كرم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وأسامة الجوهري رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الفائزين في المسابقة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. من منطقة سقارة السياحية احتفلت وزارة التنمية المحلية بإعلان نتائج مسابقة المحافظات التي تم اختيارها من حيث النظام الهيكلي وتدريب الموظفين وإعداد قاعدة بيانات العاملين بكل محافظة. وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أكد أن الاستثمار في العنصر البشري يحتل مركز الصدارة في تنفيذ استراتيجية الوزارة لتكون الأذرع الأساسية في التنمية والإدارة الناجحة. أشير إلى تعاون الوزارة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال بروتوكول تعاون الموقع بين الوزارة والأكاديمية أو بروتوكولات التعاون الثلاثية التي يتم توقيعها بين الوزارة والمحافظات والأكاديمية لتلبية احتياجات المحافظات من التدريب وتحقيق رؤية الوزارة في الارتقاء بالعنصر البشري وبالجهاز الإداري بالمحافظات وضمان استفادة المحافظات من عمليات التدريب. مركز دعم واتخاذ القرار أكد أن المحافظات الفائزة خضعت في تقييمها لثلاثة محاور، أولها التجارب التنموية الناجحة ومحور دراسات دعم القرار ومحور نظام المعلومات. تعد المسابقات من أهم الآليات التي تحفز الأداء وتحقق التنافس الشريف من أجل الوصول إلى مستقبل أفضل، فقيمة النجاح بما يحدثه من تغيير إيجابي ينعكس على واقع المجتمع ويرتقي بمستقبله. خلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي عن الدور الكبير الذي لعبته أجهزة الدولة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والمحافظين وأعضاء مجلس النواب. التطوير لا يقف عند تاريخ والتنمية ستبقى مستمرة، هكذا كانت تصريحات المسؤولين في هذه الاحتفالية والتي جاءت لتؤكد أن الدولة ماضية في تطوير المحافظات على أسس علمية مدروسة. محمد الخطيب، النيل. تفقد وزير النقل كامل الوزير ومحافظ قنا أشرف الداوودي أعمال تنفيذ ازدواج وتطوير ورفع كفاءة طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي. أوضح وزير النقل أن مشروع الازدواج بطول 108 كيلومترات وبعرض إجمالي بيصل 23 متر بواقع 11 متر ونصف المتر، أي 3 حارات مرورية لكل اتجاه، بتكلفة مالية بتصل إلى 913 مليون جنيه. وأكد أن نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع بلغت 68%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه في 30 من يوليو المقبل. أضاف الوزير أن المشروع بيشمل إنشاء اتجاه جديد للطريق بالإضافة لرفع كفاءة الطريق القائم وإعادة رصفه باستخدام معدات تدوير طبقات الرصف الحديثة. نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة قواعد بيانات العلامات التجارية لدى الجهاز على الموقع الخاص بالاتحاد الأوروبي. وأكد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية دكتور إبراهيم عشماوي أن إتاحة بيانات العلامات التجارية لدى الجهاز على موقع الاتحاد الأوروبي يشجع المستثمرين في الخارج على حماية علاماتهم التجارية والحفاظ على الاستثمارات في مصر. ولفت إلى أن قواعد البيانات ستكون متاحة لدى الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مما يتيح خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية. مجمع اللغة العربية أقام احتفالية باليوم العالمي للغة العربية، وتم افتتاح الفعاليات بكلمة للدكتور صلاح فضل رئيس المجمع. وتخلل الحفل تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية بحضور متميز من عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بعلوم اللغة العربية. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، نظم مجمع اللغة العربية بالقاهرة احتفالية ضخمة أكد خلالها رئيس المجمع على أهمية اللغة العربية وخصوصيتها، فهي لغة القرآن الكريم ويتحدث بها أكثر من 400 مليون نسمة في أكثر من 20 دولة. يحاول المجمع هذا العام أن يجمع في احتفاله بين أمرين، بين الصبغة العلمية التي يمتاز بها عمله باعتباره متخصص في متابعة تطور اللغة وتوسيع دائرتها وإفادة المصطلحات العلمية، تزويد اللغة العربية بها لمتابعة كل ما يجد من تطورات تكنولوجية وفكرية وعلمية وثقافية في اللغات الحية من ناحية، خلال الاحتفالية تم إلقاء الضوء على أهمية وتاريخ اللغة العربية ليس فقط في النواحي العلمية بل والنواحي الثقافية، لذا تم تقديم العديد من الفقرات الغنائية باللغة الفصحى. إننا نحن أهل اللغة أصحاب اللغة، يجب أن نعيش مع اللغة كل يوم. اللغة هي الماضي المجيد، واللغة هي الحاضر الرشيد، واللغة هي المستقبل المتين العتيد. لابد أن تكون اللغة حاضرة في أذهاننا وأذهان أبنائنا، وتكون حاضرة في الإعلام، وتكون حاضرة في التعليم، وتكون حاضرة في اللافتات على الطرق. هذا وقد تم تخصيص يوم 18 من ديسمبر من كل عام للاحتفال باللغة العربية، لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل بالأمم المتحدة، باعتبارها ركنا مهما من أركان التنوع الثقافي للبشرية، فهي لغة من أقدم لغات العالم وأكثرها انتشارا واستخداما، لذا قرر العالم تخصيص يوما للاحتفال بها. إنها اللغة العربية. من داخل مجمع اللغة العربية، أمل صبري، النيل. وبهذه الاحتفالية من داخل مجمع اللغة العربية بنصل لختام وقفتنا وجولتنا الإخبارية في من القاهرة. وقفتنا الحوارية التالية بتتحدث عن جهود الدولة المختلفة لدعم وتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك في إطار بروتوكول واتفاقية تم توقيعها مؤخرا، وشهد هذا التوقيع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تسهيل ائتماني وعقد ضمان ضمن خطة الحكومة لتطوير هذا القطاع، بتهدف الأساس لرفع الكفاءة والإنتاجية في هذا المجال الهام والذي كانت مصر دائما رائدة فيه من قبل. سنتحدث في وقفتنا الحوارية التالية عن هذا الموضوع وأهمية توقيع هذه الاتفاقية مع ضيفي الكريم المهندس سمير رياض عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات. نلقاكم بعد الفاصل. في إطار جهود الدولة لاستعادة أمجاد صناعة المنسوجات المصرية في إفريقيا والشرق الأوسط، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية لتسهيل ائتماني مع مؤسسات مالية عالمية لتطوير قطاع الغزل والنسيج. بموجب التوقيع ستحصل الشركة القابضة للغزل والنسيج على تسهيلات ائتمانية من خلال المؤسسة السويسرية لتأمين مخاطر الصادرات الضامنة للبنوك الأجنبية المقرضة، وذلك بهدف تمويل لعدد من مصنعي وموردي الماكينات الأوروبيين لتوريد الآلات والمعدات لمصانع الغزل والنسيج. يأتي ذلك ضمن الخطة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للغزل والنسيج، والتي تستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع لتحقيق أرباح للشركة القابضة للغزل والنسيج. وتستهدف الخطة تعميم منظومة تجارة القطن بنظام المزايدات المربوطة بالأسعار العالمية، وتستهدف أيضا تنفيذ تجربة ناجحة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة في الصحراء الغربية. كما تشمل الخطة استكمال تطوير 7 محالج جديدة لتوفير أقطان نظيفة وقابلة للتتبع كمدخلات لصناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وذلك بهدف توفير مدخلات ذات جودة لصناعة الملابس الجاهزة التي يقوم بها القطاع الخاص، فضلا عن تنفيذ مشروع إنتاج زيت بذرة القطن بالتعاون مع القطاع الخاص. وتهدف الشركة القابضة إلى مضاعفة مبيعاتها من الطاقات الإنتاجية الجديدة، بالإضافة إلى غزو الأسواق العالمية من خلال ما تقوم به شركة جديدة تم إنشاؤها خصيصا للترويج والمبيعات وإدارة سلسلة الإنتاج في كافة الشركات الإنتاجية وفق سياسة موحدة للتسعير والبيع وتحت علامة تجارية واحدة تم استحداثها.